أهلا بكم في حلقة جديدة من سياسات داخلية. قبل الحملة الانتخابية حاول اليمين ومعه بعض أقطاب تحالف كحول لافان منع نواب عرب من الترشح لانتخابات الكنيست ومطالبة لجنة الانتخابات المركزية بشطبهم. وخلال الحملة الانتخابية سارعت الأحزاب الكبيرة ومنها تحالف كحول لافان للتأكيد على أنها لن تتحالف مع القائمة المشتركة ولن تتعاون معها. وبعد صدور النتائج أسس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمبدأ الأغلبية اليهودية، وطالب خصمه بيني جانتس باحترام وعوده للناخب بشأن عدم الحصول على دعم العرب من أجل تشكيل الحكومة. التعاون مع داعمي الإرهاب من النواب العرب هي جريمة بحق إسرائيل وأمنها، صاح نتنياهو وأنصاره، بينما ألمح جانتس أنه يسعى للحصول على دعم العرب ليس محبة فيهم، لأن الواقع السياسي ونتائج الانتخابات تحتم ذلك، الأمر الذي كلف بيني جانتس مزيدا من التهديدات وتجديد الحراسة حوله وتهديد اليمين بإشعال الميدان. هل الشراكة بين كحول لافان والعرب ستقود إلى عنف سياسي غير مسبوق بتاريخ إسرائيل؟ أم هي تصريحات نتنياهو؟ هل ساهم النواب العرب في بناء هذا العداء تجاههم بسبب مواقفهم المستفزة من وجهة نظر الأغلبية الصهيونية السائدة في البلاد؟ بعد أن كان النواب العرب بمثابة المنبوذين، الفيروس الذي يبتعد عنه الجميع وتحديداً أقطاب تحالف كحول لافان، شاءت الأقدار وعلى رأسها نتائج الانتخابات أن يتحول العربي إلى أغلى سلعة في مزاد ما بعد يوم الانتخابات، السلعة التي يرغب بها الجميع إما لإنشاء حكومة وإما لإحباط جهود الطرف الآخر في إنشاء هكذا حكومة. لن تكون لجانتس حكومة بلا النواب العرب داعمي الإرهاب. حفر نتنياهو مصيدة الانتخابات الكبرى لخصمه بيني جانتس الذي تعهد وهو في مسار سقوطه في الفخ أنه لن يضم النواب العرب من القائمة المشتركة إلى حكومته، وأنه لن يتعاون معهم حتى من خارج الائتلاف الحكومي. نتنياهو أسس لمبدأ الأغلبية اليهودية ليرقص جانتس على معزوفة خصمه، حتى جاءت النتائج الانتخابية مؤكدة أنه لا حكومة بلا دعم العرب، لتبدأ موجة التحريض على العرب من ناحية وعلى زعيم كحول لافان من ناحية أخرى، بعد اتهامه بخيانة تعهداته الانتخابية واللجوء إلى نواب المشتركة لتشكيل أول حكومة إسرائيلية منذ أكثر من عقد من الزمن لا يكون نتنياهو رئيسها. كيف سيتعامل العرب مع هذه الهدية التي سقطت كالفاكهة الناضجة في يدهم؟ هل سيساومون بين الليكود ونتنياهو من ناحية وبين جانتس وكحول لافان من ناحية أخرى من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب السياسية؟ أم الرغبة في إرسال نتنياهو إلى التقاعد وربما إلى السجن ستدفعهم باتجاه تفضيل جانتس على من وصفهم بالإرهابيين وبالخارجين عن الإجماع الصهيوني؟ وللحديث والنقاش حول هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الاستوديو دكتور روفين بيركو محلل سياسي إسرائيلي، أهلا ومرحبا بك، وأيضا دكتور ثابت أبو راس محلل سياسي، أهلا ومرحبا بك. دكتور بيركو، يعني إلى أين تتجه إسرائيل؟ أولا نتحدث عن جنرال إسرائيلي سابق قائد لهيئة الأركان وأيضا رئيس لتحالف كحول لافان، وهو مرشح قوي أيضا لرئاسة الحكومة، يطالب الكنيست الآن بحماية. هل كل ذلك بسبب مطالبه بدعم العرب؟ هل العرب باتت وقود لربما لعنف سياسي قد يكون قريبا في إسرائيل؟ مساء الخير. أقول بصراحة أنا لم أسمع أنه طلب رئيس كحول لافان بحماية الكنيست، هذا شيء جديد علي. هو لم يطلب بحماية، وهو الكنيست هي من شددت الحراسة. أنا أقول لك بكل معنى الكلمة، هو مش بحاجة لحماية، هناك نقاش يدور وعلى أن نركز بأسباب هذا النقاش، هو بماهية الكائمة المشتركة كعنصر شرعي بتأليف حكومة وبتشكيل حكومة، نعم أم لا. وإذا أخذنا بعين الاعتبار بعض أعضاء هذه القائمة، ولا أعمم وأقول كلهم، ولكن جزء منهم الذين أيدوا تاريخيا وفي الوقت الحاضر
أعمال إرهابية ضد دولة إسرائيل يعني يتمسكون بأفكار هي ضد القانون الإسرائيلي بما ينكر حق دولة إسرائيل كدولة يهودية. فالسؤال الذي يطرح نفسه، هل من المحتمل والمعقول أن يعني يؤخذ هؤلاء كجزء شرعي بتشكيل حكومة في إسرائيل؟ هذا هو السؤال الرئيسي. نعم، ولكن نتحول يعني لربما من هذا السؤال. يعني فعلا هناك من يقول أيضا داخل اليمين أن العرب ثمار أو تصريحات بعض النواب العرب أثارت العديد من التساؤلات، وأيضا كانت وقودا بيد اليمين المتطرف في إسرائيل. ربما هذه التصريحات والتي كانت كما يقول دكتور بيركو أثرت بعض الشيء أيضا على جمهور الناخبين في العرب في إسرائيل. أنا أعتقد أن الدكتور بيركو يقلل من خطورة الوضع في المجتمع الإسرائيلي. الملاحظ والذي يقرأ ما يحدث في السوشيال ميديا في الشبكة الاجتماعية يرى أن هناك تهديدات خطيرة جدا ممكن تؤدي إلى اغتيالات سياسية، وكنا في هذا الوضع أيام رابين ولا نريد أن يعني نرجع إلى هذا الوضع. فأنا أقترح علينا جميعا أن لا نقلل من خطورة الوضع. الآن أنا وافق دكتور بيركو أن السؤال المركزي هو شرعية مشاركة النواب العرب، شرعية مشاركة القائمة المشتركة في دعم أي من الطرفين. الآن أريد أن أقول لك واضح جدا أن نتائج الانتخابات أفضت عن تقريبا مساواة، وبدون العرب حقيقة لا يمكن لجانس أن يشكل حكومة، لا يستطيع في الظرف الشرخ والانقسام بين الأحزاب الكبيرة. الآن العجيب في الأمر أن هناك من يتوجه حتى من الليكود يحاول جس النبض عند القائمة المشتركة ويطلب منهم يعني زي ما يتدخلوش أو ما يكلمش موقف حول القانون الذي يريد كحول فان وليبرمان تقديمه ضد في التالي من أجل منع نتنياهو أن يصل إلى كرسي رئاسة الحكومة. يعني الكل بيطالب، الكل يعترف بقوة العرب ولكن لا يريدون أن يرون عرب الطرفين. يعني برضو كحول لافان وجانس حتى هذه اللحظة لم يتصل حتى الآن. نعم. في أيمن عود أو في غيره. ولكن أريد أن أجيب. نعم. على السؤال الأخير، أنا أعتقد قضية الإرهاب والإرهابيين مؤسفة جدا. أعضاء الكنيسة العرب غير إرهابيين وبعيدين جدا. أنا بدي أقول وأنا فايت يؤيدون الإرهاب. نعم يعني نشير أيضا إن كان هناك تصريح أيضا لحايم كاتس. أيوة. من حزب الليكود الذي قال يعني نواب العرب يعني هم مخربون ببدلات يعني كلهم قالوا. ولما إستي بيريز سألته كلهم قال نعم كلهم ميدل. نعم. للإرهاب. وأنا بعتقد فيش هناك عضو كنيسة واحد عربي ميدل للإرهاب. هناك. نعم. عضو كنيسة. طيب. يهودي اسمه سموتريتش دعم الإرهاب. نعم. ضد العائلة الحادثة في دوما. نعم. أتحول دكتور بيركو، يعني أكثر من 580 ألف ناخب عربي قالوا نعم للقائمة المشتركة وخرجوا وصوتوا وتوافدوا إلى صناديق الاقتراع وصوتوا للقائمة المشتركة، وهذه النتائج التي يعني كانت مؤخرا في الجولة الثالثة. هل صوتهم حرام؟ هل صوتهم غير شرعي في وقت يتباهى نتنياهو أن هناك تقارب بين دول عربية وبين إسرائيل؟ لماذا لا يتم التقارب من هذه القائمة التي تمثل الجماهير العربية في إسرائيل؟ أنا فخور في النتيجة اللي أردتها حاليا، لأن هذه دولة ديمقراطية تسمح حتى لجزء من أعدائها أن يدلوا بأصواتهم وأن يقولوا ما لديهم من آراء. هذا لا يتمس الواقعية المرة، حيث أن جزء من أعضاء الكنيسة ولا أريد تذكير الأسماء يؤيدون ناس من مثل القنطار التي قتل طفلة يهودية بسلاحه، كسر رأسها بسلاحه وهي سمته بطل لها وغيرها. سمحني بس أعطيني نفس. نعم. الميزة مثل ما أعطيت. نعم. لديف كالآخر بتكميل كلامي بدون مقاطعة. فأنا أقول لك إذا تطرقنا لبعض الآراء وتجربتنا مع عزمي بشارة والغطاس وغيره من يشكل حاليا القائمة المشتركة ومن مدح الشهادة
داخل الخط الأخضر وخارج اللي هو طيبي المعروف لديكم ولا الجميع. فعلينا أن نأخذ بالاعتبار إنه هؤلاء يتمسكوا بأفكار معادية لإسرائيل وهم داخل الكنيسة الإسرائيلية. ولما لا؟ إذا أرادوا. أنا لا أقول أنهم محاربين، أنا أقول بكل وضوح إنه جزء منهم يدعم حزب الله، يدعم تنظيمات الإرهابية التي تقوم بأعمال ضد إسرائيل، وهم بنفس الوقت يشاركون بالكنيسة الإسرائيلية. هذا النوع من ازدواج المعايير والأخلاق. ولكن بنفس الوقت أقول لك جملة أخيرة، أنا أفتخر بأن إسرائيل فيها القدرة لتحتوي هؤلاء داخل الكنيسة. السؤال إذا هم ممكن يشاركوا بحكومة يعني التي عليها أن تتخذ قرارات أمنية في إسرائيل ضد مفاهيمهم الشخصية، وهم لا يعترفون بدولة إسرائيل كدولة يهودية، هذا السؤال جدير بالبحث. دكتور بركو، الصراع وأيضا النقاش حول يهودية الدولة وأيضا دولة الجميع وضعية مطروحة، ولكن لماذا؟ هذا السؤال بحذرته. إذا الأغلبية في إسرائيل عرفت هذه الدولة، نتكلم عن أغلبية ساحقة من مواطني إسرائيل يعرفون أنفسهم الدولات، لماذا الأقلية يعني لها حق أن تعارض رأي الأكثرية وهي رأي ديمقراطي يعبر في الانتخابات؟ قبل أن نتحول لماذا؟ فيما يعني تطرقت وأيضا قلت المحكمة العليا في نهاية الأمر سمحت للنواب العرب المشاركة، ولكن هناك من يتساءل أيضا كيف لرئيس حكومة مثل بنيامين نتنياهو يتوجه لبعض النواب من اليمين الذين رفضتهم بالأصل المحكمة العليا بسبب التصريحات والتحريض والعنصرية مؤخرا، توجه لإيتمار بن غفير وطالب أيضا بعدم بانسحابه من الانتخابات. سموتريتش عرض عليه أن يكون وزيرا أيضا في حكومة إسرائيل. هو عكس ما قلته، قال لإيتمار بن غفير تنازل عن ترشيحك ويعني يوعده بشتى الوعود، ولكن لم يرد أن ينضم إلى حكومته، هذا غير صحيح. دكتور ثابت، لربما نتحول أيضا، هناك من يقول اليوم لربما آن الأوان بعد أكثر من 70 عام لربما العرب يتوجهون هذه المرة باتجاه اليمين. اليمين ليس أسوأ يعني من اليسار، هناك تجارب كثيرة. بيني جانتس هاجم العرب قبل الانتخابات وقال أنا لا أريد القائمة المشتركة أيضا كجسما مانعا، ولا أريد التصويت من هذه القائمة لا من الداخل ولا من الخارج. وأيضا هناك من قال يجب التفكير مجددا لربما بدعم اليمين، نحن كانت هناك معاهدات سلام واتفاقيات وأيضا كانت هناك ميزانيات في فترة نتنياهو وقبل نتنياهو. هل تعتقد أن آن الأوان لربما هذه المرة أخذ الأمور أكثر بطريقة عقلانية والتفكير بالدعم قبل كل شيء؟ لا، أنا أعتقد أنه نتنياهو، العرب صوتوا طلعوا من أجل إسقاط نتنياهو. يعني هدف إسقاط نتنياهو كان قبل الانتخابات وصار الآن بعد النجاح في الانتخابات هدف مهم جدا. لبيد قال دولة الأغلبية اليهودية، يعني لم يكن بعيدا عن أغلبية الدولة. ولما لا؟ هذا هو السؤال. هاي لكن هناك أقليات أيضا في دولة العرب، أقليات لا حقوقها، ولكن صبغة الدولة لازم تكون تعرف على نمط الأغلبية فيها، هذه ديمقراطية. القضية مش يهودية الدولة ولا ديمقراطية إسرائيل، تبتعد عن الديمقراطية. إسرائيل تحاول تهميش العرب وتتهمهم بصبغة الإرهاب وكل هذه الأمور. إسرائيل تقترب من دول مش ديمقراطية، دول زي تركيا وغيرها، وللأسف أنا أقول ذلك. لهذا السبب تعال نحط قضيتها الديمقراطية. فازوا ب15 لأن جماهيرهم انتخبتهم، لأنهم جماهيرهم انتخبتهم وتثق فيهم وتعتقد أنهم هم المناسبين. دقيقة، هذا مظهر الديمقراطية برمتها. بدك تحكي لحالك، أعطينا برمتها. لا، هي مش هاي الديمقراطية الوحدة. عندنا في إشكال، في هناك رئيس حكومة السنوات الأخيرة يحرض على الجماهير العربية بشكل متواصل، من العرب يتدفقون للصناديق، إنه العرب بدهم يمحوا الدولة، يعني مقولات غريبة عجيبة على قائد إسرائيلي. اللسان اللي إسرائيل يعني في اليوم الفاشية بدأت تنخر في النظام الإسرائيلي السياسي، وهذا مؤسف جدا. يجب أن نصد الفاشية عربا ويهودا، نصد هذه الفاشية. طيب، ومشان نتصل لصد الفاشية يجب إسقاط نتنياهو الآن. أنا لا أقول أنه جانس ممتاز،
أنا لا أعرف من هو جانس السياسي الكثير. أنا أعتقد أنه سيء في التكتيك الانتخابي الأخير تبعه، حتى أنه لما قال ما بدي إياكم ولا بدي مساعدتكم لا من جوا ولا من برا، كل هذا صحيح، ولكن بدنا نعطي المجتمع الإسرائيلي، نريد أن ننقض اليهود في إسرائيل من نتنياهو. ولكن أيضا يعني لا ربما تجاوب على السؤال، يعني العرب لم تكن لديهم أيضا تجربة ناجحة مع اليسار منذ عام 99 باراك، ومن ثم كانت هناك أولميرت وأيضا ذلك. لربما الآن هناك من يقول يجب التفكير مرة أخرى، هذه المرة دعم اليمين. كانت بعض، أنا موافق، كانت بعض المحاولات الناجحة مثل فترة رابين، مش كل شيء كان ناجح، غالبية المحاولات مع اليسار والمركز كانت سيئة، ولكن نريد أن نطوي صفحة نتنياهو من أجل نحاول أن نبني شيء جديد. وأنا بقول لك إنه هذا بكل شيء مشاكل العرب انحلت لما يجي جنس كرئيس حكومي، ولكن نتنياهو بيكون في العبراني هي قديش تسيئة، يعني بالغ إلى أبعد الحدود. المعركة اليوم على شرعيتنا كمواطنين في هذه الدولة، هناك من لا يريد أن يرانا، أنا ابن المثلث، أنا ابن كلنسوي، لما واحد بيقترح صفقة القرن وتبادل سكاني ويوديني يفكرني بوكسة بندورة، صندوق بندورة مرة هون ومرة هون، هذا الرجل لازم يذهب إلى مزبلة التاريخ. دكتور بيني جانس أيضا الصفقة وتحالف وتراجع عنها صحيح، حتى الآن لم يقم بأي تصريح، وهي معركتنا مع جانس. أنا بقول أنا أعتقد أنه جانس سيء، لكن من هو أسوأ؟ من هو أسوأ؟ دكتور بيركو، يعني لو أخذنا في عين الاعتبار لربما يعني كان هناك مرشحا في فرنسا، في كندا، في الولايات المتحدة، وقال أنا أريد أن أستثني الصوت اليهودي من الانتخابات، كيف كنت سترد؟ علما أن مؤخرا كان هناك مرشحا ديمقراطي ساندرز الذي انتقد نتنياهو وقال أنه عنصري، وقال أنا أفكر أيضا بإعادة السفارة إلى تل أبيب من القدس. وهنا في إسرائيل يعني وسائل الإعلام تطرقت إلى هذا الموضوع ووصفت هذه التصريحات على أنها عنصرية وغير مقبولة. الجواب بسيط جدا، إذا كان هنالك أي واحد في دولة أجنبية وقال أنا ضد الأقلية اليهودية، مقارنة هذا بمن يقوم بالتضامن مع أعداء إسرائيل داخل إسرائيل فيش مجال للمقارنة بين أقلية يهودية التي تدعم أعداء الدولة التي يعيشون فيها، بينما أعداء الكنيست جزء منهم يؤيدون بكل وضوح أعداء إسرائيل من داخل الكنيست. ولكن ردا على جوائل على ما قاله ضيفك الفاضل، أقول لك يعني تهميش المجتمع العربي في إسرائيل هذا برأيي يعني حجة بدون رصيد، لأن الواقعية تدل على أنهم فازوا ب 15 صوت أو مقعد في الكنيست. هذا هو مظهر الديمقراطية برمتها. السؤال مثل ما يعني اقتبس من خطة ترامب الموضوع المثلث والنكل المواطنين، هناك وثيقة ألفوها أعداء كنيست عرب مع رؤساء بلديات مع رؤساء المجالس القروية مع بعض الأكاديميين، قالوا نحن ندعم إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ونحن ندعو للاعتزال للمجتمع الفلسطيني الأقلية في داخل إسرائيل، ويعارضون فقط شغلة واحدة، أن تعرف الأغلبية اليهودية داخل إسرائيل نفسها كدولة يهودية. هذه أغلبية، لماذا تسمونها لا تسمون ذلك كتهميش الأغلبية اليهودية، بينما الأقلية الفلسطينية كما يدعون تريد تعريف نفسها كأقلية وطنية قومية داخل إسرائيل، وتدعو إلى إقامة دولة وطنية قومية إلى جانب إسرائيل، وتعمل كل ما في وسعها لشطب هوية الأغلبية اليهودية في إسرائيل. أليس هذا تهميش؟ هذا السؤال ربما دكتور ثابت، يعني لربما نتطرق لهذه النقطة. الدولة اليهودية وبالطبع يعني قبل إعلان وبعد إعلان صفقة القرن هناك من قال يعني لربما يعارض فكرة إقامة دولة يهودية، هذه هي الفرصة الآن لنقل أراض من المثلث وأيضا تحويل وتبادل مناطق. يعني هناك من يقول كما يدعي الدكتور بيركو هذه فرصة، هذه دولة يهودية، هذه ليست دولة جميع مواطنيها. لا أنا لم أقول إنه على مستوى الخدمات المدنية، ليس فقط على مستوى أقول في تعريفها دولة يهودية، دولة مصوفية لكل مواطنيها. أنا غير لا، ولكن تم تعريفها أيضا بحسب قانون القومية هي دولة يهودية. خلينا دولة يهودية ومساواة لكل مواطنيها، في هناك تناقض واضح جدا. ولكن أنا قبل ذلك بدي أقول لك شغلة واحدة، أنا الحديث اليوم عن روف يهودي أغلبية يهودية في النقاش السياسي هذا
خطاب عنصري فاشل من الدرجة الأولى. تصور إنه في أمريكا يقولوا طلعوا تعالوا نحسب كيف صارت الانتخابات أغلبية مسيحية. دقيقة 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 بجاوبك بجاوبك بجاوبك. لا مش هذا الحديث. دولة فلسطينية فاشي. إنك تحكي إنه إحنا مواطنين. دولة فلسطينية لا. لا إحنا مواطنين في هالدولة شاركنا في الانتخابات. صحيح. إحنا فيش فرق بيننا وبين بيني وبينك. كلام سليم. أنت عمال إذا كلام سليم إذا فيش فرق بينه وبين صوتي وصوتك. صوت محسوب وصوتك محسوب. كلامك سليم. عن ايش الحديث عن رف يهودي؟ عن اغلبيه كثير يهودي؟ هذا فاشيه عنصريه من الدرجه الاولى. تحكيش عن الديمقراطيه. لا هذه ازدواجيه الكلام. لا ازدواجيه عندك لما لا. تحكي عن ديمقراطيه ويهوديه. انا بدي يقولون الشيعة اليهودية بالدولة. لماذا تفصل هويتي؟ هويتك وانا وين هويتي أنا... راحت انا لا. لما الحديث يدور عن هوية الدولة تعال نوضح الامر منيح جدا. انا بدي اقول شو كل الشيء يعني يهودية الدولة. هل يهودية الدولة انه فوق ما قبل شوي كان متساوي فوق وانت تحت؟ لا انت فسر لي اياها. بدي اسمع تفسيرك. دقيقة انا بدي اسمع تفسيرك انت. لن نقبل احنا اصحاب الوطن. الدولة قامت على أنقاض شعبي. نعم. وعلى نعم. أنقاضي لن نقبل نكون دقيقة لن دقيقة نعم. لن أقبل إن أكون أقل من دكتور بيركو. أنا مساوي للدكتور بيركو. دكتور صليم. بيركو بده يعني أقل منه. أنا مش صحيح. لأن إسرائيل لها الحق في الوجود كدولة. أنا أعتقد إن إسرائيل لها حق تقرير المصير لليهود. فيش عندي مشكلة مثل ما هو هناك حق تقرير مصير للشعب الفلسطيني. عظيم. اللي مش محقق تقرير مصيره هم الفلسطينيين واللي محتل أرض شعبي هم الإسرائيليين. عليش الحديث هذا الغلط غلط وصح. تعطي علامات. تعطينيش علامات. تعطينيش علامات. أنا بالضبط بعرف وفاهم الوضع زيك. بين البحر والنهر في شعبين وحق الشعبين. هناك أصوات داخل المجتمع العربي اليوم تقول نحن نريد سياسة الاحتواء وليس سياسة الإقصاء من قبل دولة إسرائيل وحكومة إسرائيل. هناك من يقول أن العرب توافدوا إلى صناديق الاقتراع بسبب نهج وسياسة بنيامين نتنياهو لم يستقبل في طمرة. قال في السابق أن قواتنا تعمل في قلنسة وهذا رئيس حكومة إسرائيل يتحدث عن الأقلية العربية داخل إسرائيل. أحمد الطيبي قال مؤخرا في تصريح لوسائل قال استخدام كلمة أحمد العربي. نعم دعني أنا سأتيح لك هناك من يقول الدولة هي الشهادة. نعم أحمد الطيبي فيها النائب أحمد الطيبي قال أنه تم هذه هي الشهادة. طيب على مين استشهدوا؟ على أي هدف استشهدوا هؤلاء؟ دكتور أحمد هناك من يقول أحمد الطيبي قال تم توظيف اسمي أحمد العربي من قبل نتنياهو من أجل يعني استعمال هذه الكلمة لتكون ناقوس خطر لناخبي نتنياهو وإخراجهم إلى صناديق الاقتراع. ألم يحن الوقت بعد كل السياسات التي كانت مؤخرا وعدم التوصل إلى اتفاق سلام وأيضا هناك فوارق كبيرة بين المجتمع العربي والمجتمع الإسرائيلي ألم يحن الوقت اليوم بعد أن تم التصويت من قبل أكثر من 580 ألف ناخب أن تؤخذ القائمة المشتركة بعين الاعتبار والحسبان في المشهد السياسي الإسرائيلي والتقارب أكثر مع العرب؟ جواب بسيط جدا. حان الوقت أن يتغير شيء بقلوب المنتخبين للقائمة المشتركة وبقلوب اليهود الذين ينتخبون الأحزاب الصهيونية. من يريد أن حان الوقت أن نتنياهو يروح أفضل لليهود أفضل للعرب. نعم. واليهود في البلاد هذا. نعم. المزبوط خرب الدولة وراح يخربها بزيادة. ردا على سؤال هناك بعض المبادئ التي علينا أن نتطرق إليها من بينها حجة أصحاب الأرض اللي هي تشطب كل ما لدى اليهود من لا ما قلتش لا. أنت اللي شاطبني. أنا مش شاطبة. أنت مش أصحاب البلد. أنت شريك في هذه البلد. أنا شريك. قامت الدولة على الأنقاض ولا لا؟ غلط مبين. هذه الأرض موجودة لبني سين في قرآن ربنا أعطيها لحالة وموعودة للمسلمين برضو. موعودة للمسلمين ولا آية. لا يا شيخ لا أخرى في الإسلام. واذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغربية الأرض المباركة لبني إسرائيل وكنا لبني إسرائيل أسكنوا الأرض وإسرائيل الآخرين مش أنتم. جئنا بكم لفيفة على مين لناش بتروح للنكشات فين المكان. أنا مساوي إليك ولا لا اليوم؟ أنت مساوي خلاص تغرب من الموضوع. لا 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 أنت ليش بتروح تجيب التوراة وكل هالأمور؟ لا هذه الأمور عجلة. أنا متساوي. أنت متمسك بالقرآن. بعدين عن القرآن. أنت
ربما كان عجل النقاش يعني نعم كان لازم نتطرق لما قلته أصحاب الأرض هم بني إسرائيل اليوم لا 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 فشلتوا فشلتوا بدنا نرجع إلى فشلتوا وإحنا أصحاب الأرض وإنتوا جيتوا علينا إحنا شركاء اليوم وإحنا متنازلين إحنا متنازلين قامت مش نازلين شوف أوعكم تفكروا على الأرض لكم الله سبحانه وتعالى ربنا نشيلك ربنا نقول يعني بالطبع الوقت بجملة الوقت دائما يعني نعم بجملة لسؤالك أنا خلاصة لما قلته أعتبر كل مواطن عربي في إسرائيل نعم. ذات نفس الحقوق ضيق الوقت بالطبع ضيق الوقت دكتور يعني بالطبع الوقت دائمنا الوقت دائمنا دكتور روفين ريفلين محلل سياسي إسرائيل بالطبع الوقت دائمنا شكرا جزيلا بيركو وأيضا دكتور شكرا شكرا دكتور ثابت أبو راس أيضا شكرا جزيلا لك المحلل السياسي وإننا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة نلقاكم في حلقة جديدة على اللقاء